يا لهوي على الريحة والمتعة اللي جوه. متعة جوه فين؟ والله ده أنا جوه شامم ياسمين. بخرج هنا ببقى عايز أرجع من القرف. ترجع إيه يا ابني؟ أنت مش شغال معايا في الحمامات؟ أه بس الحمام الحريمي. تفرق كتير. إزاي بقى؟ أنا عارف يعني إنها ما تفرقش بعد، لأن خصوصًا الشعب المصري كله بياكل كرنب فبنتساوى. أنا بتكلم على قبل وهم داخلين. اتفرج على الست وهي جاية، رشة بقى البرفانات الغالية وجاية بكل تناكة وعظمة، تقول لي أنت بتاع المناديل؟ منديل. تاخد المنديل وتخش. حلو. وهي خارجة باصة في الأرض مكسورة. ليه؟ ما أنا الوحيد اللي سمعت كل حاجة يا بيه. أنا دخلت في تفاصيل البيت ما بيخشش فيها. برافو عليك. انا عندي الرجاله بيخشوا بكبرياء ويخرجوا بكبرياء، دولش بيتكرموا عن مجمل اعمالهم. انت هتقول لي انا اشتغلت 5 سنين في حمام رجالي، هقول لك ملخص حياتي. شم ما تعمل حتى تعمل ما تشم. ازاي دي الفتها وانا قاعد في السيفون كده؟ انت بتقعد في السيفون؟ يعني احب الريحه دي عشان توصل للريحه دي. يا ابني الشغلانه دي كلها فلوس ودلع، فكك بقى من الكتابات وتقعد تقول لي انا مؤلف وانا روائي وبتكتب حاجات زي الزفت. بس برضه مؤلف ما جيش اقف على حمامات واول يوم ليا. يا عم معلش، بس الشغلانه دي فيها فلوس. مؤلف ايه؟ انت بتكتب كتب من أيه؟